بيحرق حد ولا الاهلي اللي بيعمل لجان الكترونيه. وجمله اخيره قبل ما اروح لفقرتي، كان نفسي قوي ناس كتير تشرب بريل وتصحي حاجات كتير جواها وتناقش لوائح انديه تانيه. ما شفناش لائحه هليوبلس على الشاشه، ما شفناش لائحه نادي الزمالك على الشاشه، ما شفناش سبورتنج، ما شفناش سموحه. المهندس لا فرج عامل ليه تصريح النهارده بيقول لك الاهلي مع القانون وعلى راسه ريشه. وقبلها الاسبوع اللي فات عرضنا هو الاستاذ فرج عامر اللي انا بحترمه وهو يعلم تماما، كان بيقول لنا اللائحه الاسترشاديه كان فيها كوارث وعوار وهتسبب مشاكل واواضي. انا ما بقتش فاهم حاجه. وفي الاخر يقول لك يا عم انتوا مش فاهمين قانون ومش فاهمين حاجه. لا اله الا الله. مرة تانية وتالتة ومليون. النادي الأهلي على راسه ريشة ببطولاته. النادي الأهلي على راسه ريشة لما بيجي بيحصل عقود رعاية. حضرتك ما ينفعش ولا أي نادي يتقارن بالأهلي بحجم بطولاته وإنجازاته وجماهيريته. قلنا الكلام ده مرارا وتكرارا وهنقوله النهاردة. ما ينفعش نادي صاعد أحترمه جدا للمجهود المبذول داخل وخارج النادي وأي لعيب يتمنى يلعب في سموحة النهاردة. لكن ما ينفعش المقارنة صعبة قوي، لأن الأهلي بالنسبة لنا حاجة كبيرة قوي ما بنقبلش حد يمسه بكلمة. فالأهلي على راسه ريشة، على راسه ريشة مرة تانية وتالتة ببطولاته وإنجازاته ونجاحاته. عايز أتكلم في حاجة أخيرة كويس اللي أنا افتكرتها. نادي الزمالك اتعاقد مع أحد المدربين، حاجة محترمة جدا، اتعاقد مع لعيبة محترمة، ما شفناش حد بيناقش ويقول الدفع 90 مليون و70 مليون، ودي حاجة تخص الإعلام الآخر، لكن أنا عليا إن أنا أكلمكم عن مشهد سيء غريب. هي الناس بتيجي تفتح صدرها عن النادي الاهلي وتيجي عند مواقف معينه بتستخبى تحت الترابيزات. بمعنى شفنا مدرب اتعاقد مالناش دعوه، مبروك نادي الزمالك على المدرب الجديد، مبروك على مجموعه اللعيبه، مبروك على كان اتعمل كلام كتير على الكابتن حسام البدري ولسنه قد كده، والنهارده 87 اعتقد الف دولار ومحدش 37 الف دولار ومحدش قال حاجه. خليني كمان اتكلم على جزئيات تهمني انا كاهلي. اي نادي يتعاقد مع اللي عايز يتعاقد معاه، اي نادي يتعاقد مع مجموعه من اللاعبين كبيره ما عنديش مشكله، ما قلناش تفريغ للانديه زي ما كنتوا بتقولوا على الاهلي وهو مكتسح البطولات. لكن اللي انا هساله هنا وغير مقبول بالنسبه لي، ما تيجيش تقول لي المدرب قاهر الاهلي عشان خاطر ماتشين. الدوري جاي، الدوري جاي، وانا اثق في حسام البدري واللعيبه الرجاله، وانا بقول لكم ان شاء الله رايح جاي. اعرف قدرات ناديه واعلم تماما لما تجيب مجموعه من اللعيبه تاخد قد ايه وقت عشان تنسجم، واعلم تماما اي مدير فني ياخد وقت قد ايه عشان ينسجم على ظروف البلد وتفكير اللعيبه وعقليه اللعيبه، اللي ممكن لعيب يعمل لك ماتش جامد قوي تطلعه السما وتيجي تتعامل معاه مش هتعرف تتعامل معاه، واحنا شاطرين قوي في ده. واعرف استقرار وهدوء ودوري وكاس قريب جدا. افتكروا كلامي اللي انا قلته مع الجمله لازم اختم بيها عشان البعض اللي بيحاول يلعب بالالفاظ. بنحترم نادي الزمالك وبنحترم جمهور نادي الزمالك، نحترم الزمالك ونحترم جمهور نادي الزمالك علشان اللي احنا بنقوله ده شفناه على مواقع وشفناه ايضا على صحف، لان هو طول الوقت عايز يحط في النادي الاهلي في مربع كلنا كاهلاويه ما ينفعش اللي احنا نشوفه. نروح نشوف دلوقتي 100 سنه اهلي وبعدها فاصل ونستقبل الكابتن ياسر ريان.